دايما قلنا القرآن بيبين للإنسان مدى الضعف البشري عند الإنسان، بيفكروا بلحظات المرض، بيفكروا باحتياجه لرزق، بيفكروا بلحظات الموت. الإنسان بيطغى أن رآه استغنى، الإنسان طول ما هو مستغني مش حاسس إنه مش محتاج ربنا. مسألة بيسموها التنزل في الخطاب. أما تيجي تتناقش مع واحد عشان ما تستفزوش وما يبقاش اللي قدامك غضبان، بتقول له بص تعال نتناقش كده، طالما انت بتقول ان في آلهة وانا بقول لا إله إلا الله، اكيد واحد فينا صح واحد فينا غلط. ده اسلوب معروف جدا في المناظرة وبيعمل ضغط نفسي على اللي قدامي. بتقول له بص، واحد فينا هيخش الجنة واحد فينا هيخش النار، واحنا الاثنين مفيش حاجة اسمها ان الناس كلها صح، في منهج حق واضح واحد. فهنا بيقول لهم ايه بعد النقاش الطويل بقى، خلاص انا وصلت معاكم النوع من المفاصلة بس من غير الاستفزاز. ليه يا جماعة؟ لان دايما بيقال مقام الهداية اولى من مقام النكاية. يعني ايه؟ يعني انك انت تهدي اللي قدامك احسن ما تطعنه. مقام الهداية اولى من مقام الايه؟ انك انا ممكن اتريق عليه وهو كده كده خلاص مشرك، انا ممكن بقى اتريق عليه واسخر منه لكنه انا كده هخسره. لكن الاسلوب ده بيستعمل اخر الاساليب لما خلاص تستنفد كل الاساليب. مقام الهدايه اولى من مقام الايه؟ من مقام النكايه. فهنا شوف التنزل في الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. بيقول لهم واحد فينا صح واحد فينا غلط، يا انتوا اللي صح يا احنا اللي صح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صح، لكن بيقول لهم تعالوا نفكر مع بعض. انتوا بتقولوا في الهه متعدده وانا بقول اله واحد، انتوا بتقولوا الالهه بتشفع وانا بقول لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، انتوا بتقولوا الالهه دي بترزق وانا بقول الالهه دي ما بتعملش اي حاجه، انتوا بتقولوا ينفع حد يحط شرع غير ربنا وانا بقول الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء ويامر بما يشاء، له الخلق وله الامر، انتوا بتقولوا وانا بقول، اذا احنا مختلفين واحد فينا صح. انتوا بتقولوا عليا ان انا قطعت الارحام وفرقت بين الاب والابن، وانا بقول عليكم ان انتوا بتذبحوا لغير الله وتدعوا غير الله عز وجل، يبقى اذا واحد فينا صح واحد فينا غلط. وإن أو إياكم لعلى هدى، لما جاب الهدى جاب حرف على للتمكن، لعلى هدى أو إيه أو في ضلال إيه مبين. يعني بيقول لهم بعد النقاشات اللي من أول الصورة دي، المفروض إن الحق واضح للناس وإن اللي هيختار طريق الضلال إحنا هنسيب الناس تختار. والأسلوب ده لازم الدعاء يستعملوه خاصة في أوقات الاستضعاف، إنه يبين للناس الحق من خلال القرآن، حتى لو ما سماش، حتى لو ما قالش اسم فلان الفلاني فاسق أو المذيع الفلاني بيطعن في الدين، حتى لو ما قالش الأسماء، مفروض نفضل نوضح الدين للناس من خلال القرآن حتى يصل الناس إلى درجة من الوضوح. إحنا نعرفهم نقول لهم ربنا بيقول، اللي بيقول كذا وكذا وكذا يبقى منافق، وربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي بيقول كذا وكذا وكذا يبقى فاسق، وربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي هيعمل كذا وهيرفض كذا وهيوافي على كذا يبقى خسر الولاء والبراء، واللي هيعمل كذا يبقى بيوالي الاعداء، واللي هيعمل كذا، حتى لو ما قلناش الاسماء. بعد هذا التوضيح الناس ستعلم من هو على الحق ومن هو ايه في ضلال مبين، زي ما ربنا قال وكذلك نفصل الايات. بعد ما نفصل الايات القران ونشرحها ايه اللي يحصل؟ ولتستبين سبيل المجرمين، سبيل المجرمين هتظهر للناس مباشرة. وإن أو إياكم ده بيسموه لنا الإيه؟ التنزل في الخطاب. القرآن بيعلمك أسلوب المناظرة، تقول لما تيجي تكلم واحد تقول له بص واحد فينا صح واحد فينا غلط، واحد كافر بنظرك واحد ملحد واحد بنقشك في حاجة، فأنت بتقول له واحد صح واحد غلط. إمتى بتقول له الكلام ده؟ ده مش أول آية جت في السورة، ده بعد قصص مين اللي ربنا ادى الملك وقصة سيدنا داود وسليمان وقصة سبأ. وبيقول لهم عامة انتوا مانعنا من الدعوة ليه؟ أوقات الاستضعاف انت كل أملك عايز بس مساحة من الحرية للدعوة. في أوقات الاستضعاف احنا قلنا الصورة دي نزلت في أوقات الاستضعاف، انت عايز مساحة من الحرية في الدعوة. نجد ان القصة الثانية في سورة الكهف، القصة الأولى في سورة الكهف قصة ايه؟ أصحاب الكهف. طب القصة الثانية؟ صاحب الجنتين. هنجد ان بعد القصة الاولى كانت قمة الاستضعاف، دخلوا في الكهف ما عرفوش حتى يقولوا رأيهم، كانش فيه حرية لدرجة حتى بس ان يقول رأيه، لا اللي هيقول رأيه هيتقتل. القصة التانية بقى فيه مساحة بسيطة جدا من الحرية وفيه نقاش وفيه حوار، قال له صاحبه وهو ايه
يحاوره أكفرت؟ يعني بالرغم ان بيقول لصاحبه انت كافر، الا ان كان في مساحه من الايه، من الحوار دي اللي احنا محتاجينها. انك انت محتاج مساحه الان من الحريه انك تقول توضح، انت ما عندكش مساحه الان من التطبيق ده، انت عندك مساحه من العرض فقط. فاحيانا ده كمان لا يسمح لك. فهنا بيقول لهم طب انتوا منعنا من الدعوه ليه؟ لا تسالون عما اجرمنا، تخيل، ولا نسال عما ايه تعملون. يعني بيقول له اعتبرنا مجرمين. شوف التنزل في الخطاب. يعني في الاول بيقول له واحد فينا صح واحد فينا غلط، طيب يا سيدي اعتبرنا احنا مجرمين وانتوا كويسين. لا نسال عم، لا قل لا تسالون عما ايه اجرمنا، جاب الاجرام ليهم للمسلمين. والتانيين بيقول لهم ايه؟ ولا نسال عما تعملون. الحريص على هدايه الناس يتكلم بهذا الاسلوب، لكن الحريص على نكاية الناس لا يتكلم بهذا الأسلوب. في انت عايز تبقى حريص على هداية الناس، فتقول له طب تعال، طب اقعد، طب نفكر، طب كذا، طب اعتبرني انا غلطان، طب في يوم قيامة. لذلك بيقول ايه؟ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما ايه؟ ما قالش تجرمون، كان المتوقع قل لا تسألون عما نعمل ولا نسأل عما تجرمون. يعني كان متوقع ان انا اقول ان هو اللي مجرم وانا اللي مش مجرم، لكن شوف التنزل ده بيسموه زي ما قلنا ايه، التنزل في الخطاب. انا هاجاريك، انت بتقول عليا ان انا مجرم، طيب يا سيدي انت مش هتسال على اجرامي، سيبني ادعو، سيبني ادعو الى الله. وكده كده في يوم قل يجمع بيننا ربنا ثم ايه، ثم يفتح. يعني ايه يفتح؟ نجد ان الجمهور المفسرين بيقول هنا كلمه يفتح بمعنى يقضي، ثم يفتح بيننا بالحق. يعني ايه؟ يعني يقضي. طب ليه ربنا ما قالش يقضي؟ قالوا لان الفتح ده بيجي لشيء ايه؟ مغلق. فكأن احنا وصلنا هنا للدعوة في قمة الاغلاق. احنا هنا وصلنا في مرحلة في الدعوة معاهم، هم رافضين يسمعوك، معاهم الاموال، معاهم العدة، مش عايز يسمعك. وصلت وصلوا معاك لدرجة من الاغلاق، تكلمهم عن قصة سيدنا داود، تكلمهم عن سبأ، الفلوس اللي معاكوا دي ممكن تروح زي ما كانت مع سبأ وراحت، هو رافض يسمعك. فبتقول له بص انت يا سيدي اعتبرني مجرم، سيبنا اشتغل في الدعوة. وعامة يجمع بيننا ربنا ثم يفتح. الاغلاق اللي انتوا قفلتوه في الدعوة ده ربنا هيفتحه. مهما فعل اهل الباطل واغلقوا من قنوات الدعوة ومسالك الدعوة في الواقع، الله عز وجل يفتحها. ثم يفتح بيننا بالحق، وهو الفتاح الايه؟ العليم. من يستحق؟ ربنا عليم. لما يفتح ممكن قاضي غضبان فيغضب فيعني يقضي بغضب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الفتاح الايه؟ العليم، لا يظلم احد. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالايه؟ بالحق، وهو الفتاح العليم. الايات دي مهم ان المسلم يستحضرها في زمن الاستضعاف، لان المسلم في زمن الاستضعاف زي ما قلنا قد يصيبه اليأس، مقفول عليه كل حاجة، ممنوع يتكلم في الدعوة، ما معهوش أموال، مش قادر ينصر الدين. تخيل الواقع في مكة، القريش معاها الأموال، معاها العدة، مسيطرة على الإعلام، مسيطرة على كل حاجة. المسلم هنا قد يصاب باليأس، يقول طب وبعدين؟ فلازم يتذكر هذه المعاني التي في هذه السورة. المعاني دي لازم تبقى دايما في قلب المؤمن، ولا يشعر بقيمة هذه المعاني إلا الحريص على نشر الدين. واحد يقول إيه؟ مش حاسس إن المعاني دي بتغذيني يعني، فبنقول ان المعاني دي ما يشعرش بقيمتها الا مين؟ الا الحريص على نشر الدين، الا اللي بيتقطع ونفسه ان الدين ينتشر. يعني بينام يحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو او تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبه من شعب النفاق. يعني اللي نفسه ما بتحدثوش بالدعوه الى الله لا يشعر بقيمه هذه المعاني.